في قلب المحيط، في الأعماق البعيدة، كان هناك عالم ضخم لا يعلم أحد عنه شيئاً. حيتان عملاقة، ودلافين سعيدة، حيوانات بجميع ألوان الطيف. بعيداً في الأعماق حيث لا يصل ضوء الشمس، في مملكة أعماق البحار، كان سكان البحر يعيشون في سلام مع باقي الكائنات البحرية. وكان ملك البحار يعيش في قلعة أعماق البحر مع أمه وبناته الست، وكان يحكم كل البحار. كان ملك البحار يحب بناته بشدة. كانت أكبر مخاوفه أن يتعرضن للإيذاء يوماً ما عن طريق أحد البشر الذين يعيشون خارج المياه، لذلك كان من الممنوع على بناته أن يقمن بالسباحة على سطح المياه كما تعودن من قبل. إن البشر الذين يعيشون خارج المياه أشرار. لماذا البشر أشرار يا أبي؟ سألت الحورية الصغيرة. لأن البشر يقومون بتلويث البحار وقتل كل أنواع الحياة بداخلها. كان الفضول يثير الحورية الصغيرة بشدة بشأن الحياة على الأرض وبخاصة البشر. لم تكن القصص التي تسمعها عنهم من خلال شقيقاتها كافية، وظلت جدتها طوال الوقت تحذرها بشدة من البشر، ولم تكن تستطيع الخروج من بوابة البحر إلا فقط عندما يتم تتويجها وتبلغ سن شقيقاتها. تعلق نظر الحورية الصغيرة بشقيقاتها، وبينما كن يسبحن بعيداً ابتكرت حيلة لتقوم بالخروج من بوابة أعماق البحر. قامت باصطحاب صديقها الدولفين وذهبت لزيارة الحوت هيمروم، حيث أن هيمروم يستطيع الخروج من بوابة أعماق البحر وقتما أحب. قامت الحورية الصغيرة بالتحدث مع هيمروم عن خطتها، إلا أنه لم يوافقها في البداية إذ أنه كان يخاف من الملك، ولكن بعد لحظات شعر بالأسف الشديد تجاهها وقرر أن يساعدها. وصل الحوت الأزرق الكبير والدولفين إلى بوابة المملكة، وفور رؤية هيمروم قام الحراس بفتح البوابات، فعبر الحوت الضخم وصديقه الدولفين من البوابة بسهولة. بعد أن غابوا عن النظر قام الحوت هيمروم بفتح فمه العملاق، وخرجت منه الحورية الصغيرة. قامت الحورية الصغيرة أريل بالسباحة على سطح المياه بمساعدة هيمروم. شعرت بالنسيم ورأت السماء الزرقاء لأول مرة في حياتها. مدهش. في ذات اللحظة سمعت أريل بعض الموسيقى، وبينما كانت تحاول معرفة مصدرها لاحظت وجود سفينة تبعد عنها قليلاً، وكانت هذه أول مرة ترى فيها أي سفينة. هذه سفينة، أليس كذلك؟ هيا بنا. قام صديقها الدولفين بتحذيرها من الذهاب، ولكنها قد غابت بالفعل عن النظر. كانت تتحرك بأسرع ما يمكنها نحو السفينة. كانت السفينة تنتمي للسلطان، وكان السلطان يقيم احتفالاً بعيد ميلاد ابنه الأمير إريك. كان يتمنى أن يتزوج ابنه في أقرب وقت، ولهذا فقد كانت كل الأميرات المطلوبات للزواج مدعوات للحفل. إنه أمير ولكنه إنسان، حذرها الدولفين. أريل رددت بصوتها الجميل تلك النغمة التي كان يعزفها الأمير بمزماره، فسمع الأمير صوتها المحبب وأخذ يبحث عنها بعينيه. احترسي أيتها الحورية الصغيرة، سوف يرونك، حذرها الدولفين. قفزت الحورية الصغيرة في المياه واختفت عن الأنظار. في نفس الوقت في أعماق مملكة البحار، كانت ساحرة البحار تتابع كل ما كان يحدث من خلال كرتها البلورية. لقد أتى اليوم أخيراً، ابنة ملك البحور مع إنسان، فلتزأر العواصف وتعصف الرياح ويضرب البرق جميع الأنحاء. مع لعنة الساحرة ظهرت موجات عملاقة مفاجئة لم تستطع سفينة الأمير مقاومتها، وبدأت في الانحدار ناحية الصخور.
كانت الحورية الصغيرة قلقة للغاية عندما رأت السفينة تتخبط في العاصفة. سوف تغرق السفينة، يجب أن نساعدهم. غطست الحورية الصغيرة في المياه وراء السفينة، كانت تسبح عبر حطامها حين رأت المزمار الذي كان الأمير يعزف به. ثم وجدت الأمير فاقداً الوعي يتجه ببطء نحو قاع البحر. سحبته الحورية الصغيرة فوراً من المياه وحملته إلى الشاطئ. استيقظ من فضلك، استيقظ. بدأ الأمير يستعيد وعيه ببطء وفتح عينيه. أنت حي؟ هتفت الحورية الصغيرة بفرحة. كانت تسمع نباح الكلاب من مسافة عندما أدركت فجأة مكانها، فقفزت مباشرة في المياه تاركة الأمير خلفها. ثم أتى إلى الأمير أحد رجاله ومعه الأميرة العروس. لقد أنقذتني إحدى الفتيات من الغرق، صوتها يبدو مألوفا، لقد سمعته من قبل، هذا أجمل صوت سمعته على الإطلاق. عادت الحورية الصغيرة إلى مملكة أعماق البحار، وكان مزمار الأمير لا يزال في يدها، لم تستطع التوقف عن التفكير فيه. في هذه اللحظة دخل ملك البحار ورأى المزمار في يد أريل، وعرف مباشرة أن هذا من صنع إنسان. هناك قوانين أتوقع من الجميع الالتزام بها، وبخاصة بناتي، فهل صحيح أنك أنقذت إنسانا من الغرق؟ كان علي فعل هذا، لو لم أفعل لكان قد مات، أجابت أريل. كفى، البشر يجلبون الشر، تبادل العلاقات بين عالم البحار وعالم البشر ممنوع تماما. أغلق الملك الباب وراءه بغضب شديد، لكن لم يبدو على الحورية الصغيرة أنها تنوي الاستسلام. ذهبت أريل إلى ناجا ساحرة البحار وطلبت منها المساعدة، فوافقت ناجا، ولكنها طلبت شيئاً في المقابل، شيئاً ثميناً للغاية. سأحضر لك شراباً يقوم بتحويلك إلى إنسانة، ستستطيعين المشي والرقص على قدميك، وفي المقابل سأخذ منك صوتك الجميل. صوتي؟ ولكن بدون صوتي؟ مضطرة بلا أي خيارات، توافقت الحورية الصغيرة على شروط الساحرة، فقد كانت مستعدة لفعل أي شيء حتى ترى الأميرة مرة أخرى. لا تنسي، بنهاية اليوم الثالث ومع شروق شمس اليوم الرابع يجب أن يكون الأمير قد وقع في غرامك، وإلا فسوف تصبحين حورية مرة أخرى وتنسين الأمير إلى الأبد. مع هذا التحذير الأخير كانت أريل تشرب الشراب بالفعل. بدأت أريل تسبح نحو السطح، ولكن بينما كانت تفعل ذلك بدأ ذيلها في الاختفاء وحل محله قدمين اثنتين. استطاعت الحورية الصغيرة بمساعدة الدولفين أن تصل إلى الشاطئ، وبينما كان الأمير ينظر من قلعته نحو حطام سفينته لاحظ الجميلة ذات الشعر الأحمر فأسرع يلحق بها. هل التقينا من قبل؟ نعم لقد التقينا. لم تستطع أريل الكلام، ولكنها سلمت المزمار إلى الأمير. عزف الأمير مرة أخرى نفس اللحن الذي كان يعزفه من قبل على ظهر السفينة. أومأت أريل برأسها للأمير لتخبره بأنها تعرف هذا اللحن من قبل. لقد رأيتك وأنا أعزف هذا اللحن على ظهر السفينة، لقد سمعت صوتك، ثم قمت بإنقاذي من الغرق، لقد كنت أبحث عنك. كان الأمير متأكدا أن أريل هي من أنقذته، لكن الفتاة التي يتذكرها كانت حورية وتمتلك صوتا جميلا. حاولت أريل الكلام لكن صوتها ليس موجودا. لقد ظننت أنك حورية. فجأة بدأ الأمير يفكر في أن هذه الفتاة ليست هي من أنقذته، لكنه كان يشعر نحوها بالشفقة وقرر مساعدتها. أخذ الأمير معه الحورية الصغيرة إلى قلعته،
في ناحية أخرى، أمر السلطان ببدء ترتيبات الزواج، حيث سيزوج ابنه الأمير إلى إحدى الأميرات وذلك على السفينة. أثناء إقامة تلك التحضيرات، لم تكن الحورية الصغيرة لتفعل أي شيء سوى المشاهدة في صمت. لم تكن هناك طريقة تستطيع بها إقناع الأمير بدون صوتها. تذكرت كلمات الساحرة: لا تنسي، بنهاية اليوم الثالث ومع شروق شمس اليوم الرابع يجب أن يكون الأمير قد وقع في غرامك، وإلا فسوف تصبحين حورية مرة أخرى وتنسين الأمير إلى الأبد. مر أول يومان بسرعة، وأخيراً جاء اليوم الثالث. وفي هذا اليوم الأخير كان السلطان والملكة على وشك أن يزوجوا ابنهم الأمير لعروسه أميرة المملكة المجاورة. أريل المسكينة لم تستطع إخبار الأمير أنها هي نفسها الحورية التي كان يبحث عنها، وبدأ الأمير يؤمن أن كل ما رآه ليس سوى مجرد حلم. كان أمل أريل الوحيد هو حبها الكبير له. في اليوم الرابع كانت الشمس على وشك أن تشرق، وكانت أريل تبكي بدموع الحزن. ولكن فجأة حدث شيئاً غير متوقع. فجأة صعدن شقيقاتها إلى الشاطئ أولاً، ثم تبعتهن جدتها. كنا حاضرات لمساعدة أريل. حفيدتي العزيزة، لقد جئنا هنا كي نبطل لعنة الساحرة ناجا. كانت أريل سعيدة للغاية، لكنها لم تفهم بعد كيف سيمكنهم مساعدتها. وأخيراً خرج من المياه أبيها ملك البحار. لم يستطع قلبه تحمل حزن ابنته. بالإضافة إلى ذلك، فإنه اكتشف أن الحب الصادق لا يمكن لشيء أن يصده. أريل ابنتي العزيزة، إن كل ما أتمناه في هذه الدنيا هو سعادتك، اذهبي إليه. وجه ملك البحار عصاه إلى القوقعة البحرية في يد الجدة، حيث كان صوت أريل محبوسا، فخرج صوتها من القوقعة. صوتي. شكرا يا جدتي، شكرا يا أبي، أنا أحبكم جميعا. سبح الجميع بأسرع ما يمكنهم نحو سفينة الأمير، وذلك بمساعدة الحوت هيمروم. وبينما كان الأمير والأميرة يتقدما إلى المذبح لتلاوة النذور، توقف الأمير فجأة. كان يسمع صوت حوريات البحر الجميل. وما إن رأى الحورية الصغيرة آتية نحوه على ظهر الحوت حتى قفز في البحر بلا أي تردد. كنت أعرف أنك أنت. بمساعدة الأهل والأصدقاء عاد صوت أريل إليها أخيراً، واجتمعت هي والأمير. لكنها لن تصبح حورية مرة أخرى، وعليها من الآن فصاعداً أن تعيش حياتها كإنسانة. عاشت أريل مع الأمير في سعادة أبدية، وظل ينشران الحب والسلام والصداقة معاً في البحر وعلى الأرض.